فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن، أي للرجال على أزواجهم، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. عرفنا في آخر الحلقة السابقة أن الضرب هو آخر المراحل، نعم، للمرأة الناشز المترفعة على زوجها، وامتناعها فيما يجب له عليها من الحقوق أنه أولا يبدأ بالموعظة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الأخيرة الضرب، وذلك بأن يضربها بالسوط من أجل أن ترتدع وتذوق الألم، ولكن يكون هذا الضرب غير مبرح، يعني غير ضار بجسمها، لا بكسر عظم ولا بشق جلد، وإنما يكون ضربا التأديب يؤدبها. والضرب هذا أصل من أصول التربية، فالضرب يعني يشرع للزوج مع زوجته، ويشرع للسلطان مع رعيته، ويشرع للمعلم مع طلابه، من أجل أن، وللوالد مع ولده. قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها، يعني الصلاة لعشر. فكل مرب فإن له أن يضرب من تحت يده، ممن يربيه إذا احتاج إلى الضرب، ويكون هذا الضرب بضوابط شرعية، لا يكون ضربا مطلقا، فلا يكون ضربا لا يؤلم وليس له ألم، ولا يكون ضربا شديدا يخرج عن المطلوب، وإنما يكون ضربا يؤلم المضروب ولكنه لا يؤثر في جسمه أثرا ضارا. نعم، فالضرب من وسائل التربية الشرعية معروفة. نعم، فالذين ينكرون الضرب الآن من المتأثرين أو المستغربين، نعم، الذين ينكرون الضرب، وهؤلاء متأثرون بالأدب الغربي وبأخلاق الغرب، وهذا من التشبه الممنوع في شرعنا، فإن ديننا له استقلاليته وله أحكامه، ولا يخضع لاستيراد العادات والتقاليد التي هي من شؤون الكفرة، وأيضا هي ضارة، هم يظنون أنها نافعة وأنها تقدم وأنها حضارة، في حين أنها ضارة وأنها مخلة بالدين والدنيا، فلا خير فيها. نعم، شيخنا، يبدو من هذا الحرص على حفظ الأسرة، ولو شاء قال صلى الله عليه وسلم فطلقوهن، كان يمكن، لكن كل هذا لدفع الطلاق وهدم البيوت وخراب الأسر. هذا الاستصلاح، نعم، هذا من أجل الاستصلاح وبقاء الأسرة.